السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله حياكم الله، وأهلا وسهلا بحضراتكم جميعا في درس جديد من دروس دورة تقنية ISP.NET MVC. تعرفنا خلال الحصص الأخيرة على كيفية التحكم في التصميم من خلال الوظيفة Render Body التي تسمح لنا ببناء Layout Page تسمح بالوراثة منها، يعني نفس الصفحة نورث الأجزاء الموجودة فيها إلى صفحات أخرى. الذي يتغير فقط هو المحتوى المعرف بالرندر بادي. تعرفنا قبل ذلك على الوظيفة رندر بيج التي تسمح لنا بتقسيم الصفحة إلى أجزاء، وقسمنا الهيدر والفوتر ثم استدعيناهم من خلال الرندر بيج ميثود. تعرفنا كذلك على ملف الفيو ستارت الذي يسمح لنا بتحديد نفس اللاياوت لجميع الفيوز الموجودة في مجلد الفيوز. هذه المرة إن شاء الله سوف نبقى دائما مع اللاياوت ومع التصميم. هذه المرة سنتعرف على الرندر سيكشن. عندنا الرندر بادي، عندنا الرندر بيج، هذه المرة سوف نتعرف على الرندر سيكشن. والرندر سيكشن أحبتي في الله من حيث يعني طريقة اشتغالها بشكل عام مثل الرندر بادي، لكنها تهتم ليس بالبادي يعني بالمحتوى كله، وإنما بجزئية معينة سيكشن. يعني لو عندك مثلا جزء معين سيتغير في صفحة ويأخذ قيمة أخرى في صفحة أخرى، يعني تتغير قيمته من صفحة إلى صفحة أخرى، مثل الإشهارات مثلا، أو مثل الكاتيجوريز، أو مثل مثلا فهرس. يعني عندك مثلا فهرس المقالات يتغير بتغير المقالة المفتوحة، يعني عندك بلوك أو سيكشن يتغير محتواها بتغير الصفحة الظاهرة. في هذه الحالة أحبتي فلا يمكننا استعمال الرندر بادي، لأن الرندر بادي تعرض لنا محتوى الصفحة. فما السبيل إلى التحكم في محتوى الأجزاء ديناميكيا وتلقائيا في الـ ISP.NET MVC؟ الحل أحبتي في الله هو استخدام الرندر سيكشن. يعني تقوم بالإعلان عن سيكشن في اللايوت في الصفحة الرئيسية في اللايوت بيج، تعلن عن سيكشن، ثم هذه السيكشن تأخذ قيمتها من الصفحة التي ترث منها، ويمكننا جعل السيكشن إجبارية إلزامية من خلال إسناد القيمة True للأتريبيوت ريكوارد، ويمكننا أن نجعلها اختيارية يعني ليست إجبارية من خلال إسناد القيمة False لهذا الأتريبيوت كما سيأتي معنا إن شاء الله. طيب أحبتي فلا سنأتي مثلا هنا قبل الفوتر سننشئ مثلا سيكشن، نعلن عن مثلا Render سيكشن، ونعطيها الاسم مثلا تكون مثلا عبارة عن ديف عادي، مثلا ديف سيكشن مثلا، أو مثلا ريفيوز. مثلا ريفيوز تظهر من صفحة إلى صفحة ولها علاقة بمحتوى الصفحة. ريفيوز، تمام. ثم بعد ذلك أحبت فيها نضع الفاصلة فيطلب منا قيمة الريكوارد. إن قلنا له ترو ستكون هذه السيكشن إلزامية، وبالتالي أي صفحة ترث من اللاياوت لا توجد بها الريفيوز سيكشن سيحصل بها خطأ. أما لو جعلناها فولز فهي اختيارية، إن وجدت ستظهر، إن لم توجد لن تتسبب في حصول مشكل. لو أتينا الآن أحبتي في الله مثلا إلى إحدى الصفحات مثلا Display Customer، وهنا أسفل التيبل سنأتي ونعرف الديف الخاصة بالمدى أسميناها Reviews. سنأتي أحبتي في الله ونكتب هكذا Section at Section، ثم الاسم وهو Reviews. سبحان الله، ريفيوز هكذا كأنني مين لايوت ريفيوز الاي قبل الدبليو، سبحان الله، تمام ريفيوز. ثم نفتح المعقوفات ونقوم بكتابة محتوى هاتي السكشن، وليكن مثلا عبارة عن ديف يوجد بها مثلا H1 ريفيوز ليست، ثم مثلا تحتوي على باراجراف مثلا هاي يور ويب سايت از مثلا جود، مجرد رسالة مثلا. فهذه السكشن احبتي في الله هي سكشن اختيارية تظهر في الصفحة ديسبلاي كاستمر، لكن لن تظهر في الصفحة ديسبلاي ليست ولن تظهر في الصفحة جيت ليست، هي توجد هنا. لو اردنا ان نضعها هنا نستطيع ان نضيفها وتغير محتواها بتغير محتوى الصفحة التي ترث. فهمتم كيف احبتي في الله؟ يعني السكشن الرندر سيكشن هي مثل الرندر بادي، لكن الرندر بادي تتحكم في المحتوى الأكبر، المحتوى العام للصفحة، بينما السيكشن الرندر سيكشن تتحكم في محتوى جزئية معينة من صفحات الموقع، شريطة أن يكون هذا المحتوى يتغير من صفحة إلى صفحة أخرى. أما إن كان ثابتا نضعه في اللايوت ونريح أنفسنا، أما إن كان متغيرا نضع السيكشن. ويستحسن دائما أحبتي في الله أن نعطي
الاتربيوت ريكوارد القيمة فولز حتى لا تحصل أخطاء، لأنه إذا نسينا أن نعرف السكشن على مستوى الصفحة من الصفحات التي ترث من هذا المين لايوت سيحصل خطأ، لذلك نعطيها فولز ونريح أنفسنا. تمام، لو أتينا الآن إلى الديسبلي كاستمر لاستعراضها ستظهر هذه السكشن المسمى ريفيوز بالأسفل من التيبل وتقوم بعرض النص الذي أعطيناه لها. وهنا يقول the following sections have been defined but have not been rendered for the layout page. آه طيب، أصل الخطأ أحبتي في الله أن الريفيوز موجودة في المين لايوت ونحن وضعنا اللايوت كلايوت افتراضي، لذلك سآتي إلى أين؟ أعتقد الحل واضح لديكم الآن، اللايوت الافتراضي تلقائيا سيذهب ذهني إلى ملف ريفيو ستارت. طيب، هو خلاص المين لايوت، يعني نأتي إلى ديسبلي كاستمر، ما هو اللايوت المعرف هنا؟ آه لاحظوا، إذا سأزيل هذا المثال الذي اشتغلنا عليه ثم أعمل سيف. الآن إن شاء الله ستشتغل، لأن الديفولت لايوت هو المين لايوت، والمين لايوت بالفعل يتوفر على السكشن المسمى ريفيوز التي تم تعريفها هنا، يعني نأتي ونعمل تحديث وسيتم إزالة الخطأ إن شاء الله. جميل جدا، لاحظوا أحبتي في الله تم عرض السكشن بنجاح، وهذه السكشن يمكن أن تأخذ قيمة أخرى في صفحة أخرى وما إلى ذلك. نكتفي بهذا القدر خلال هذه الحصة أحبتي الكرام، ونلتقي في الدرس المقبل بحول الله وقوته. دام لكم البشر والفرح، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.